هذا وأعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء الخميس بلغ أكثر من 772 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 562 ألف شخص وتجدد وزارة الصحة الدعوة للجميع للإقبال على التطعيم وإلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمام